حبيبه وكابتن سمير عدلي النهارده طاروا لتنزانيا علشان يبداوا بقى يجهزوا الاقامه والملاعب وكل الامور دي. لكن نروح للصوره اكتر من خلال الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. تحياتي ليك يا استاذ طارق. تحياتي ليك يا كابتن وسام، ودايما موفق يا رب. يعني البرنامج جميل وبنتابعه كلنا، واستمتعت اليومين اللي فاتوا بحلقتك مع كابتن مصطفى حاجه طيبه. ربنا يخليك يا استاذ طارق. استاذ طارق وش الساعد بكره ان شاء الله مع بعثه النادي الاهلي، رئيس للبعثه. النادي الاهلي ان شاء الله عنده مباراه مهمه يوم الجمعه القادم امام سيمبا التنزاني. استاذ طارق رئيس البعثه، يعني حطنا بقى في الصوره واخر الترتيبات للبعثه النادي الاهلي المسافره غدا ان شاء الله على طائره خاصه. كالعاده الحمد لله في امور النادي الاهلي كلها بتبقى مرتبه وبيبقى في تنظيم، بيبقى في سيستم محطوط من وقت تكليف كابتن محمود الخطيب ليا في السفر كرئاسه البعثه وبدايه التحضيرات للمباراه، وكله شغال الحمد لله. طبعا قدر النادي الاهلي في لعيبه في المنتخب بترجع، في تلاحم الماتشات نفسها اللي شغال. فان شاء الله يعني بكره ان شاء الله الساعه 4 الطياره تتحرك على تنزانيا، طياره خاصه. وبرضه كابتن خطيب اصر برضه عشان ظروف الطيران وكلام، حضرتك عارف الطيران العادي يبقى اديس ابابا وبعد كده تنزانيا، فعشان تبقى الرحله برضه افضل، لان ما فيش ده احنا ان شاء الله هنرجع يعني بعد الماتش، يعني صباح السبت ان شاء الله، يعني الساعه 6 تقريبا الصبح السبت نكون في القاهره. كابتن سمير عدلي لسه كان معايا على التليفون، هو كابتن خالد بيبو، الاثنين بيتحركوا ان شاء الله يوصلوا بالسلامه لتنزانيا بسبق الباسه كالعاده، برضو عشان التحضيرات كلها من ناحيه الفندق وتجهيز الملعب والكلام ده للتدريب، ان كل حاجه تكون مظبطه تمام. الحمد لله يعني كل الامور ماشيه كويس، تطعيمات الباسه خدتها من كل النواحي، كل التحضيرات ماشيه بسيستم النادي الاهلي تمام. استاذ طارق، يعني الحمد لله النهارده اللاعبين الدوليين بعد مباراه الجزائر بالامس هيكونوا متواجدين النهارده في التدريبات. ديانج موجود، بيرسيتاو موجود. طمنا على علي معلول، كان عنده مباراه النهارده في اليابان. السفر والترتيبات لسفر علي معلول لتنزانيا ان شاء الله برضو معمول الترتيبات، بس بحيث ان هو هيلحق بينا برضو قبل الماتش ان شاء الله. فيعني دي كلها كان لسه كابتن سمير بيقول لي انه عامل الحجوزات بحيث ان شاء الله برضو بالظبط ان يكون كابتن علي معانا. تمام. المعنويات دي اول بطوله للاتحاد الافريقي في بطوله الدوري الافريقي، اول بطوله يعني يتم تنظيمها. ضربه البدايه واهميه المباراه امام سيمبا التنزاني، المسؤولين في سيمبا في تصريحات قويه عايزين نتغلب وعايزين نفوز على النادي الاهلي. المعنويات داخل النادي الاهلي واللاعبين يا استاذ طارق. هقول لك حاجه مبدئيا، يعني تاريخ جديد بيسطره النادي الاهلي للكره المصريه لاول سوبر ليج، بطوله الدوري الافريقي، ان يكون النادي الاهلي مشارك من مصر. فدي في حد ذاتها حدث كبير، حتى يعني في تنزانيا موجود، هيكون موجود رئيس الاتحاد الدولي، هيكون موجود رئيس الاتحاد الافريقي في اجتماعات للجنه التنفيذيه هناك، المكتب التنفيذي ليهم. فيعني التحضيرات نفسها على مستوى سواء الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي تحضيرات بتليق بالبطوله، وفي نفس الوقت ده اول دوري افريقي او بطوله سوبر دوري افريقي تتلعب، وكون النادي الاهلي مشارك فيها ده في حد ذاته الحمد لله حاجه بنفخر بيها كلنا كمصريين. يعني يمكن الحدث شوية يعني مش واخد أهميته أكتر في الإعلام يمكن، لكن طبعا حدث كبير إن هو مشاركة النادي الأهلي واختياره إن هو يكون في البطولة دي. المعنويات الحمد لله مرتفعة جدا كعادتنا، الحمد لله الفريق مستعد جدا والفريق حاجة تشرف، وفي نفس الوقت في النهاية النتيجة بتاعت توفيق ربنا يا رب يحالفنا الحظ ونرجع بالمكسب، لان بعدها بكام يوم على طول زي ما حضرتك تفضلت ماتش الثاني في مصر، ونظام برضو جديد في البطوله وتلاحم ماتشات على طول، يعني بعدها برضو في اهتمام كبير يا استاذ طارق من مجلس الاداره وايضا لجنه التخطيط بالبطوله. كان في اجتماعات الفتره السابقه مع وصول استاذ طارق انديل لتنزانيا، هيكون ايضا في اجتماع مع
أعضاء المكتب التنفيذي أيضا والقائمين على البطولة في تنزانيا. بتكليف من كابتن محمود الخطيب نفس الحكاية، إن شاء الله يعني هبقى معاه هناك في الاجتماع نيابة عن النادي الأهلي، وفي نفس الوقت مع البعثة وخلف البعثة، وإن شاء الله ربنا يعديها على خير يا كابتن حسام. إن شاء الله البطولة بطولة قوية فيها أندية النخبة في أفريقيا، الثمانية الكبار طبعا على رأسهم النادي الأهلي، بنتكلم عن الترجي التونسي، الوداد المغربي، سان داونز، أنيمبا، بترو أتلتيكو، أندية كبيرة وبطولة قوية يا أستاذ طارق. طبعا طبعا بقول لحضرتك يعني المشاركة في البطولة دي يعني إن شاء الله ربنا يوفقنا النادي الأهلي إن شاء الله يا رب تعد ويحصل عليها. في نفس الوقت المشاركة فيها عنوان كده على يعني أهمية النادي الأهلي، وعلى الحمد لله خلاص يعني هو ده المقاس الطبيعي للنادي الأهلي بأدائه بتاريخه بحاجات كتيرة قوي، بنادي القرن، حصول على أفريقيا الحمد لله، بطولة أفريقيا في سنوات متعددة في السنين الأخيرة، كل ده ما خلي الحمد لله النادي الأهلي هو رقم واحد في أفريقيا، فبالتالي بطولة زي كده أول نادي بيكون بيتصدرها هو النادي الأهلي الفريق. تمام، فرصة وحضرتك موجود معانا، طمنا على لجنة العضوية في النادي الأهلي اللي بيترأسها الأستاذ طارق أنديل، وما شاء الله ما زال في إقبال كبير على الاشتراك في عضويات النادي الأهلي، وما شاء الله أيضا يعني كان في افتتاح قريب لكن تم تأجيله في الشيخ زايد نظرا للظروف في غزة. برضو كلمنا عن الإقبال الكبير على عضويات النادي الأهلي يا أستاذ طارق، طمنا برضو. حضرتك عارف يعني العضو الاهلي كان في لجنه عضويه في الشيخ التجمع. زايد صح كده؟ تمام. عضويه اهلي التجمع في الشيخ زايد المفروض زادوا من اول سبتمبر. خلال الفتره اللي قبلها كان في اقبال غير طبيعي طبعا بطريقه جامده جدا، يعني موظفين الاشتراكات والاداره التنفيذيه تقريبا كانوا الشيخ ما بيناموش، ولجان عضويه مستمره على طول. كنا متوقعين يبقى تهدى شوية بعد القرار الجديد، لكن بفضل الله طبعا وثقة الجميع في النادي الأهلي، كان لسه الأسبوع اللي قبل فات كنت عامل لجنة في التجمع الخامس، كان عدد كبير، إقبال برضو ما زال مستمر، نفس الحكاية يوم السبت الماضي كنت عامل لجنة في الشيخ زايد برضو إقبال جامد، فالحمد لله النادي الأهلي برضه زي ما حضرتك قلت الانشاءات اللي اتعملت في الشيخ زايد مؤخرا، وكان هو خطيب تفضل ان هي تاجل اي احتفالات فيها تضامنا مع اخواننا الفلسطينيين. كل ده يعني كم انشاءات اتعمل في الفروع، كم فرع جديد افتتح في ظل ازمات ماليه ناس كتير قوي بتعاني منها، ما تقدرش تفتح حتى يعني ربع فرع، انا اسف يعني، ومع ذلك الحمد لله فرع بانشاءاته بي. كل الكلام ده مغري لراغب الادويه، لان ما زال برضه سعر ادويه النادي الاهلي سعر زهيد قياسا لكم الانشاءات والخدمات اللي بتقدم في النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق، وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله كده، ويعني ترجعوا يوم الجمعه بعد مباراه الاهلي امام سيمبا بالتوفيق باذن الله.